نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. ممكن في كرة قدم بصراحة لا استنتظرك اليوم، كيف كان شعورك عندما رفع ميسي كأس العالم؟ بصراحة صدقني 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 وشوف ربي سبحانه والذي يعلم سرائر القلوب، لأن كثير على بالي ما يأمنونيش، والله والله ثم والله الذي لا إله إلا هو غير كنت فرحان لميسي، فرحت له بالأمس رغم أني ما انتفقت بزاف مع جماهير برشلونة وعشاق ميسي لي أسباب اللي ماشي أسباب، السبب واضح لأنه نافخوا عجلات مميزون مطبلون من العيار الثقيل، وهذا من حقهم لأنهم يعشقون لاعبا اسمه ليونيل ميسي وناديا اسمه برشلونة، من حقهم أن يطبلوا. فقط تلك الندية الرياضية لا أكثر ولا أقل، مثلما هم لن يناصروا كريستيانو رونالدو إذا ما وصل للنهائي ولن يرغبوا أبدا في تتويجه، أنا أيضا قبل النهائي كنت بسببهم وليس بسبب ميسي كنت أتمنى أن لا يتوج ميسي باللقب، ولكن حين توج به كنت سعيدا للغاية، سعدت كثيرا لليونيل ميسي لأنه صراحة لو لم يتوج بهذا اللقب فكان شيء سينقص مسيرة ليونيل ميسي الإعجازية، مسيرة ليونيل ميسي. بما أنك كنت سعيدا أمس أمين لتتويج ليونيل ميسي، لماذا بقيت طيلة فترة كأس العالم تقول بأنك لا تتمنى أن ترى ميسي يرفع هذه الكأس؟ جاوبتك محمد، قلت لك ماشي بسبب ميسي ولكن بسبب عشاق ميسي وجماهير برشلونة، لازم يكون هذا الندية، لازم تكون هذا الاستفزاز الرياضي، أقول بين قوسين الرياضي، أنا جامين تعدى الحدود مع الناس، جامين قيس الإنسان هو في الشخص تاعو، نتحدث فقط على ميسي على برشلونة على كرة القدم لا أكثر ولا أقل، ولكن بعد تتويج ليونيل ميسي والله فرحت له من قلبي لأنه يستحق ولا أحد في العالم. لكنك صرحت قبل المباراة صرحت قلت لك سأناصر مبابي أمين، كيف تناصر مبابي وتفرح لميسي؟ فرحت لميسي والله فرحت لميسي، كيما لو كان داها مبابي نفرح لمبابي ما نفرحش لفرنسا، نفرح لمبابي لأن مبابي وديمبيلي، ديمبيلي مسلم، مبابي وليد فايزة جزائرية، اسمع عنده روابط معنا نفرح لهم، ولكن حتى الأرجنتين محمد المسيرة اللي قدموها في هذا الكأس رغم أنه المستوى ما كانش عالي بزاف من الأرجنتين طيلة المباريات، لكن بسبب القتالية وروح المجموعة الكبيرة التي ميزت المنتخب الأرجنتيني وأداء المنتخب الأرجنتيني يستحق المنتخب الأرجنتيني التتويج بهذا اللقب. حتى قبل بداية هذا المونديال كان هذا الكأس كانت تنادي ميسي، هذا الكأس كانت ترغب في أن يحملها ليونيل ميسي، هذا الكأس اختارت ليونيل ميسي حتى قبل انطلاق أمين قول لي بصراحة، هل تراخت فرنسا أمس ليفوز ميسي بالكأس؟ لا بالأمس أنا اللي تراخت، أنا اللي ما شجعتش مليح. بس تصريحك السابق أمين لما قلت بأن البرازيل تراخت حتى أنت تعرف أوضح للناس أنت شوف تعرفني مليح على بالك أنت في هذيك الحصة أنت كنت تحاول تستفز فيها وأنا أيضا كنت رد لك الاستفزاز، يعني كان بين قوسين كان نوع من المزاح المعتاد بيني وبينك، قلتها على سبيل المزاح وأنا والناس أخذتها على محمل الجد. أنا لست مسؤولا عن فهم الناس، أنا نجيك للحصة نعطيك بن شابير محمد الأمين، ما نعطيكش شخص آخر ولا نجي نبدل الشخصية تاعي من أجل عيون الجماهير، أنا هكذا داير نحب نكون على طبيعتي، نحب كي نحب نضحك نحب الجماهير تضحك معايا، كي نحزن نحب الجماهير تحزن معايا، ما نحبش نتكلف ولا نلبس عباية شخص آخر، ولا نجي زعما نعطيك بن شابير رازين، نقدر نجي حصة عادي سوايع ونا بن شابير رازين يهضر غير تكتيك يهضر غير 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 كرة قدم، أنا لا أنا نحب نتفاعل مع الجماهير تاعي عاطفيا، يعني نحب نلحق لهم الصورة تاع بن شابير اللي في الشارع بن شابير اللي في الحصة. كثير يقول لك لا ما راكش في مقهى ما راكش في الشارع باش تهضر بهذه الطريقة، لا هذا ماهوش قرآن منزل، الإعلام ماهوش قرآن منزل، كاين مدارس إعلامية، أنا اخترت طريق أني نكون محمد لامين بن شابير نفسه في الشارع هو نفسه في الحصص التي يظهر فيها، يعني لا يكلف نفسه فوق طاقته ولا يتكلف ولا يعطيكم صورة مغايرة،
دائما نحب نكون على طبيعتي على سجيتي، نتبادل معكم مشاعري اللي نحس بها. نعم. اذا حسيت اني حاب نستفز انصار برشلونه فانا مباشره استفز انصار برشلونه مع احترامي لهم ومع حبي لهم، لانه لو يختفي انصار برشلونه لن اختفي انا ايضا ولا يكون لاي وجود. انا وجودي الاعلامي مقترن بوجود حاليا على الاقل مقترن بوجود انصار برشلونه الذين احبهم كثيرا. نعم، يتسع صدرك معنا ومع المشاهدين الافاضل. لا صح، يتسع يعني لازم ندير في حديد باش يتسع صدري بزاف. امين، يطرحون عليك الكثير من الاسئله، ساعود بعد قليل الى اسئلتكم. يبدو ان الجميع مستمتع ويضحك معك امين. هذا هو الهدف محمد. انا كنشوف الناس تتفاعل معايا رغم انه كاين تعليقات تتعدى الحدود، كاين ناس تقول كلاما جارحا رغم ان الامر يتعلق بكره القدم. نعم. فقط لسنا نتحدث عن الدين، لم اتعدى عن على الدين على اصول الدين، لم اتعدى على اي شخص من هؤلاء المشاهدين. انا اتحدث عن ميسي، اتحدث عن الارجنتين، رغم ذلك هناك الكثير من التجاوزات. على كل حال عفى الله عن مساله. نعم. لا اكن اي حقد لاي شخص. نعم. مهما كان تجاوز. نعم. نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة.